أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم. وكره إليكم الكفر والفسوق
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد Oh, dear.
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصرنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد، فقد نقلنا لكم هذا الاحتفال الذي أقيم بالجامع الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى نصف العاشر من رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الاحتفال استمعنا إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات من الشيخ مصطفى إسماعيل